السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله معالي الشيخ صالح الفوزان. حياكم الله. نعم، الله يسعدكم يا شيخ. شيخ، عندي سؤال بارك الله فيكم. نعم. عندنا يا شيخ بعض الإخوة يعني من طلاب العلم، وأيضا يعني بعض المشايخ عندنا. أنتم؟ إحنا في مدينة جدة يا شيخ. أي نعم. يحذروني يا شيخ. أنا أسمع لأشرطة الشيخ سعيد بن مسفر والشيخ عايض القرني والشيخ محمد العريفي. شوف، اللي فيه فائدة استفد منه ولا تسمع تحليله، واللي ما فيه فائدة تركه. بس هل يجوز أني أسمع لسعيد بن مسفر وعايض القرني والشيخ محمد؟ اسمع كل ما فيه فائدة لك، اسمعه الله يهديك. بس أنا أقصد الحضور لهؤلاء مجالسهم، هم يقولوا لا تحضر أبدا. أقول لا تلتفت لهالأمور هذه، بس خليك في طريقك واتركه. هذولا دعاة فتنة وتحريش، اتركهم.